ما شاء الله تبارك الله. كيف حالك يا بطل؟ الحمد لله. ايش تسوي هنا؟ جالس. بس الحين ما وقت صلاة. انا يتيم الاب والام. ما عندك ابو ولا ام؟ لا. طيب حبيبي لا تقلق، انا بوديك الحين مع اخوانك. وين اخواني؟ بوديك لهم من عيوني. طيب انت واعطيك حلاوة واعطيك اكل واعطيك كل شيء. طيب إذا مرضت أنت بتشافيني؟ أيوه إن شاء الله أوديك المستشفى وتتعالج. تقعد معي؟ أقعد جيب لي جوال، جيب لي حلاوة، جوال وأجيب لك حلاوة وأجيب لك ملابس وأدرسك يا حبيب قلبي. يلا امشي معي. يلا يلا تعال حبيب قلبي. ما عليك، أنت لا تتضايق ولا شيء. لا أصلا عادي. تروح مع أخوانك ذا الحين. لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير. هلا والله. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. جمعية الحلو ما شاء الله عليك. انا جايب لك هذا يبا يجلس بين اخوانه. جايب لك الولد ذا يبي يجلس مع اخوانه. وانتم جمعية البر الاهلية بمضيلف وتابعين وقف الصدقة الجاري بالبلد الحرام. ودي انك تاخذه مع اخوانه وتقدمون له جميع الخدمات، وانا مستعد ادفع له المبالغ اللي تبونها. اهم شيء ان ندعم هذا الوقف ونساعد الاطفال ونقدم الاشياء اللي تحتاجها الجميع واللي تقدمها للمجتمع. ايوه انا ودي اسمعك. في العاب، في اخوان لك هنا. طبعا الجمعيه ترى تقوم على رعايه الايتام. جمعيه تقوم على رعايه الايتام، كفاله الاسر، حتى تدعمهم الطلاب اللي محتاجين في المدارس، تقوم برعايتهم. يا هلا والله، الله يحييكم. يا مرحبا، طولي بعمرك. احنا جمعية البر الأهلية بالمضيلف نقوم على رعاية الأيتام ونكفلهم، نساعدهم، نلعبهم. لا انت ابقى معي. ندعمهم في المدارس، نقوم بكل شؤونهم. أيضا نروح لبيوتهم نشوف احتياجاتهم ونساعدهم، حتى نروح معكم المدارس. لا أنا لقيته طال عمرك. لقيته أجيب لك لعبة. اي والله طال عمرك. يا هلا والله. لقيته في المسجد وانا ابغى يكون مع اخوانه. طبعا وقت من اهل القران ما شاء الله. ايوه والله الولد خلوق ومحترم، وقلت له بقدم له كل شيء ومستعد ادفع له جميع مالي لهذا الوقف والاشياء اللي تقدمونها. اسال الله ان يكتب اجركم ويجزاكم خير الجزاء. الجمعيه للمعلوميه مو بس تكفل الايتام، حتى تقوم على حفر الابار، كفاله الاسر، ترميم المنازل. طبعا تدري ان السهم الواحد بكم؟ كم تتوقع؟ كم؟ 150 ريال. يا بلاش. حتى تبي تتبرع عن اهلك؟ 450 ريال. الاسره كلها 700 ريال. اذا تبي في هذا الوقت وفي اطهر بلاد نادي وفي مكه المكرمه والاجر مضاعف. بادر. فحنا نقوم بهذه الامور كلها حتى سقي الماء. الله يطول لي بعمرك، اتمنى انك توقف معه وتدخل مع اخوانك. هذا اخوي. يلعب. تعال. يلا حبيبي انا بجيك بعدين. خلاص بجيك بعدين. خليه يجلس مع اخوانه. تعال عنده مع اخوانه. خلاص بعدين بجيك. خلاص جاكم اخوكم. السلام عليكم. مؤدب. لعبوا معاكم. هلا اخوي جديد. هلا اسمك. وديكم الملاي. سلام. سيف. طبعا سيف يقولون ان صوته حلو. انا طلع اكبر منك. انا عمري كبير. اثر يلا. والله وين انت؟ وين انت والدياره؟ الله يجزاك خير ويكتب اجركم. خير من يمثل هذا الوقف وهذه الجمعيه، جمعيه البر الاهليه بالمضيلف، وقف الصدقه الجاري بالبلد الحرام. اسال الله العلي العظيم ان الله يكتب اجركم ويعطيكم الصحه والعافيه ويمددكم ويعطيكم حتى يرضيكم انتم هذا الوقف العظيم. طبعا ما لنا فضل، هذا الجمعيه تقوم على هذه، ريعها يعود الى كفاله الايتام، سقي الماء، ترميم المنازل، كفاله الاسر، دعم الاسر المنتجه. طبعا الجمعيه فيها اكثر من 5330 فرد تقوم على رعايتهم واهتمام بهم بادق التفاصيل. حتى بعض الاسر تحتاج الى رعايه حتى في المدرسه، يذهبون مع الاطفال الصغار حتى المدرسه، يقومون بشؤونهم وتفقد احوالهم. الجمعيه عندها وقف في اطهر بلاد واطهر بقاع الأرض هي مكة المكرمة، الأجور فيها مضاعفة. بادر في هذا الوقف، وكما شفت قبل شوي كفالة الأيتام واجب على كل شخص.
انه يهتم في هذا الباب لانها اجر لك في الدنيا وفي الاخره. الله يجزاك خير والله يعطيك العافيه. الله يحييك يا هلا والله، شكرا لك. يعطيكم العافيه. شوف في صوت لا حلو، قول له سيو في سيو في سيو. الله يسعد مساكم بالخير يا شباب جميع. طبعا مثلنا لكم مشهد تمثيلي بسيط انا والشباب الله يعطيهم العافيه. احد الاشواجكم ابيض، احد الاشياء اللي تقدمها جمعيه وقف الصدقه الجاريه بالبلد الحرام، جمعيه البر الاهليه بالمضيلف، ومنها كفاله الايتام. حبينا نوضح لكم هذا الشيء في مشهد تمثيلي بسيط، ولو انه يعني كان في بعض الاشياء، لكن ان شاء الله حاز على رضاكم واستحسانكم. طبعا الحين بينعرض لنا مقطع خاص بالوقف من فريق الدعم. انا لما انا جت الاشياء فجأة وعلى طول قدمت وسويت كل شيء، فاعذروني اذا جاء منا اي خطأ او شيء. عطنا المقطع الاول الله يطول باعماركم. تمام. تصنع من لا شيء شيء. طبعا في هدايا لكم يا اخواني، وفي لوحة هنا اكتبوا اي شيء عن الوقف في حالنا انتهينا باذن الله ان شاء الله، عرضنا المقاطع وكل شيء. اكتب اللي تشوف يعني اللي تبغى تكتبه للوقف، على نيتك ونية والدينك ونية من تحب، اخوانك اسرتك عائلتك اللي تشوفه. على بال ما تجهز المقاطع الحين ودي يعني اخذكم بالدور تكتبون بشكل سريع. تعالوا تفضلوا. اثنين 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 يا شباب. لا انت ايش اللي في خاطرك؟ اي شيء في خاطرك عن الوقف اكتبه. يا صغر خطوطكم عشان يجينا مكان. الله عليهمكم. ليه تروح كذا؟ ليه؟ ايش اخبط على وجهك؟ لا 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 لا. حلوه قطتك، حلوه قطتك. اصبر اصبر. قلبس عنتوتي على شكل سريع يا سامتك. الله الله يعطيك العافيه يا سامة. الله يعافيك، شكرا لك. ومبدا كعاداتك يا ابو جنب فدوتك يا سامة. لبى والله قلبك. اصلا هنا انت جنت بزياده. الابداع والتألق انت والله. يعطيك العافية. عبد الله البقومي ومحمد سراج. لبيه؟ اكتب اي شيء يعني بشكل سريع. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا ابو سراج. جاني فدوتكم. انا تواصلتك وبدعتك. والله انها جت بشكل سريع. ان شاء الله انها تحوز على رب الله سبحانه ورضاكم واستحسانكم يا اخواني. والله انك ابدعت. جاني فدوتك. بدون تكلف ولا شيء. والله شيء يوصل لقلوب الجماهير. المقاطع جاهزة. موسى الفيفي وماجد الشهري تفضلوا. هي ضاري. يلا حيهم. يعطيك العافية. الله يعافيك. لب والله قلبك يا موسى. على عجالة لا أنت حيا الله ماجد. أخبارك؟ كيف أمورك؟ لا أنت يا محمد. الله يعافيك. صدقته في غضب ربه. إيه يا زينكم والله. الله اني احبكم. جاني ودوتكم والله. لبى قلوبكم. لبى والله قلوبكم. لبيه. لبيه. انا ابو فراج مطلع سوا.
ابشر ابشر بعينك على خشم مقاطع جازة. مقاطع جازة. لا أنت ضاري سنيد ومحمد العويسي. لا أنت الله يسلمك. الله حيا. أوه شراني بيبسي مان. كيف أمورك على عجالة يا ضاري؟ لا أنت علشان من الوقت. وشنو أكتب من زين؟ أكتب اللي في خاطرك، أي شيء يخص الوقف، عن سقي الماء، عن كفالة الأيتام، عن مساعدة الأرامل المحتاجين. بيض الله وجهك. أبيض لب والله قلبي. وعن ترميم البيوت اللي تبغى، اي شيء يعني، شيء بشكل مختصر. اختار الصايم. طبعا يا جماعه الاربيز ما يتاقلم مع اذني، دائما يطيح، فالحمد لله على كل حال. استروا واعذروا يا اخواني. ما تسوي الا العدل يا لب قلبك يا محمد. لفه الاذن ماشي، ما هي لا لفه الاذن زين، بس عندهم الاربيز في مشكله. رب قلبك. كشوخين الشباب اليوم ما شاء الله. وجهك ابيض ما سوينا شيء والله. وجهك ابيض ما سوينا شيء. باقي باقي ترى فيه هدايا، يعني لا تحسبون الوضع كذا، باقي فيه هدايا. ولا وش تتوقعون زياده؟ وش تتوقعون؟ في مقاطع وفي فخامه كفخامتكم جميعا. خزموا اعطونا صفقة بس. ابشر بالخير. يعطيك العافية حجي. يا رب قلوبكم. ما عليكم، ابشروا بالخير نضبطكم. الأمانة كان في أوراق وكان في تقسيم مجموعتين. كان في أوراق وفي كان تقسيم مجموعتين، لكن ما بطول الوقت. نبى نحاول قليل مفيد ولا كثير بلا فائدة على قولتهم. طويل بلا فائدة، هذه من عندي طبعا. الله ابشروا بالخير. طبعا يا اخواني مهما سوينا في هذا الوقف، والله الذي لا اله الا هو في حقه، والله ان في فرصه عظيمه. الشخص اللي يعرف كيف يغتنمها والله انه الناجح، وهو اللي بيعرف كيف يسعد نفسه في الدنيا وفي الاخره بتوفيق الله سبحانه ودعم لهذا الوقف. الله يبيض وجهك. وجهك ابيض يا حبيب قلبي. لب قلبك. يبيض الله وجه فريق الدعم. لب قلبك يا محمد. ما قصر. اسامه جيت انت؟ حمد الاكلوبي وفيصل بن طلال. لب. شلون الله مساعد؟ تمام ابشر. تعالوا. خل عني وراك انتم. اي. الله يسلمك ويخليك، الكل عين ترجيك. لب والله قلوبكم. الله يطعني يا شيخ. انا جدي. لب والله قلوبكم سم البقاء. وكبر. اكتب اي شيء مختصر عن الوقف اللي تشوف، اي شيء يقدمه الوقف. وانت عارف صورتك له يا ولد. لب روح. الله المستعان. انت اي ترس الدنق ولا نرفع حفظه؟ والله روح روح يلا. لا لا اكتب 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 يلا اكتب. يلا عجب الفرج. يا ذبابه. يا الله يا الله. حط حط. سجل 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 سجل. ولا قول روح. يا جماعة ذا الحين احنا وقت نهاية يوم الجمعة، ادعوا لمن تحبون، نية شفاء المرضاكم ومرضى المسلمين، النية ان الله يرحم موتانا وموت المسلمين. اسأل الله العلي العظيم ان الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموت المسلمين، وينزل لهم النور في قبورهم يا رب العالمين، ويغسلهم بالماء والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا رب العالمين. هذا اليوم يوم فضيل ووقت فضيل ويوم جمعة، وهنيئا لمن دعا لما في قلبه وفاضل ما في قلبه لله سبحانه وتعالى. عجلت قد مقاطع جاهزة. اكتب اسمي اللي توه يا حبيب اخوي. طيب خلي ولا خلي اخر شيء. اي روح روح روح.
طب سلمت يا فيصل الله سلم الله يسلمك الله يكتب اجرك وياك الله روحك يا اخوي مبادرتك حلوه تعال جميله ورايقه لب قلبك والله لب والله كبدك بعدين دقيقه هذا ابغى اجيب كلمه الله يا حمد يا حمد صدقوا ايه يا شباب بعد الشباب بوزع الهدايا علشان الوقت لا يتاخر وبعدها بنعرض المقاطع وبعدها بألقي كلمة عن الوقف أنا وأخوي محمد بن ناصر بما أن سفراء هذا الوقف ولا قصور فيكم جميع وتنعرض المقاطع وبعدها نختم المبادرة وبعدها تفضلوا اللي يبغى يكتب وذي المعذرة من الباقي تمام عشان لا يتأخر الوقت بنبدأ بالهدايا إن شاء الله ذا الحين ما اللي ما كتب أكتب يا لبه أسئلة لا انت مسكها ابشر عشان الوقت ابشر باذن الله على خشم انت اللي تبي طيب ايش يا خطك الحين وصلنا نسبه كم في الوقف تقريبا 55 صح 60% الله اكبر 60% وصلنا 60% وان شاء الله انها نوصل 100% في اسرع وقت باذن الله وننهي هذا الوقت باذن الله باذن الله وكم بقى على رمضان شهر تقريبا يمكن 45 يوم او 50 يوم تقريبا 50 الحبيب ابو ناصر لكن ان شاء الله منبادر في هذا الوقت وان شاء الله ان الله يعني يمده بالصحه والعافيه ويروح اطهر بقاع الارض مكه المكرمه يشوف هذا الوقف قدامه فهنيئا له بهذا الشعور وهذا الشيء اللي الله منع عليه ما ادري بيعطيني شيء طبعا انا ومحمد لب والله قلبك يا سدرية بوزع الهدايا يا شباب بعدين بنعرض المقاطع وبنلقي كلمة أبشروا بنلقي كلمة علشان الوقت ما عاد في وقت المغرب عبد الله البقومي وباري صفقة يا الربع تكفون أخوانكم يلا حيهم يا هلا ومسهلا سلام يا اخي يا اخي هديه ويقدم هديه ما يصير بعد هي اللي ادكم كلمه مختصره تكفى ان شاء الله اول شيء الله يبيض وجهك وبيض وجه فريق دعمك والله يكتب اجرهم لان هذه مبادره فيها خير باذن الله الوقف والله يبيض وجيههم وما قصروا ويبيض وجهك اخوي معاد القاء حلو وكلمه حلوه ومبادره حلوه ما اقول لا الله يبيض وجيههم وفريق دعمك وجمهورك يعني بشكل عام يا حبيب اخو الله ما راح اوريك لا 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 كلمه يا ضاري اول شيء طول العمر والسلامه الهديه حلوه عجبتني تستاهل بيض الله وجهك والله ما مقدم انا وفيكم حبيب دعمك وبيض الله وجهك على المبادره الطيبه وجهك ابيض وعساها في ميزان حسناتك انا اقول يا طول العمر والسلامه بادروا تصدقوا قدموا الشيء اللي عندكم مو مهم المبلغ يكون عالي ولا مهم المبلغ يكون قليل بادر باي شيء لعله يكون شفيع لك يوم القيامه هذا ما عليه من الرشاش دمرنا يبي لنا شاور من جد بس ادلاغ ناري والله ابشر الشلالي اخوي فيصل بن طلال وسيف الزعبي ارحبوا احسن يا ابو مصر تفضل ميدان ميدانك تفضل لب والله كبدك يا معاذ وبيض الله وجهك وجهك ابيض الكلمة عند وجهك يا حبيب اخوه لا بالله الكلمة عند ايوه اعطونا النغمه الحماسيه الربع خلفيه اول شيء بيض الله وجهك اخوي معاذ وجهك ابيض انت ابو ناصر بيض الله وجهك وجهك ابيض والدال على الخير كفاعله شكرا على المبادره الجميله وشكرا لجروب دعمك وعلى ما قدموه من جهود وشكرا ك مقدم جميل اربيز فنان اشكرك وباذن الله فالك الحظ الطيب والتوفيق رب العالمين وعقبال ما تبشرنا باكتمال الوقف ان شاء الله باذن الله باذن الله اقول معاذ لب والله كبدك كبدك يا انت اخو غالي وبيض الله وجهك على المبادره الطيبه وعلى والشكر يصل لجروب دعمك بيض الله وجهك والله اني ما ادري المبادره الدربه المبادره اللي تكتب لك اجر عند الله سبحانه وتعالى هذا اللي نبغاه اي والله العظيم انها تكتب لك وتجملك وبيض الله يجيهم على وقفتهم معك وانت تستاهل يا معاذ وهذول الصواعق وصعقوا في الارض يا تحيه لهم تحيه الصواعق لبك يا سلام ماجد الشهري
وحمد الأكلبي. بيجا يلا 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 شباب على عجالة تكفون. يلا عشان باقي يا أبو ناصر عنده كلمة وباقي في المقاطع. يلا يا شباب يلا على الميدان يلا يلا حي ومرحبوا. سلام ورحمة الله. هلا بك ارحب. بادروا قبل ان تغادروا. والله جزاكم خير. وخير. وبيض وجهك انت وفريق دعمك. وجهك ابيض. وجهك ابو علي. وجهك ابيض. وجهك ابيض. يعني الله اللهم امين الجميع. موسى البيبي وفلاح بن فراج. موسى البيبي. يلا يلا يلا. عجب يا شباب فلاح. يلا شباب تكفون. خفوا خفوا لازم تكونوا ثقيلين اليوم جمعة يا شباب. يلا ويكند. اليوم الجدول حريقة. ايوه ايوه يلا حيو. الله يعافيك. فيصل فيصل شوية يا شباب الصوت. تو فريق دعمي عفوا ما سوينا شيء في دمك. مقدم بارع وقادم بقوة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. انيق وجميل. لا خلا ولا عافية. جمال هذا الوقت. لا تحرجني. الله يطول. والسفير الذي يقفو على يمين. شكرا. يا مرحبا وسهلا. اول شيء بيض الله وجهك يا معاذ. وجهك ابيض. انت وقرب دعمك ما قصرتوا وجعلها في موزين حسناتكم. اللهم امين. بيض الله وجهك ابو ناصر. الله يجزاك. وبالنهايه تراكم سفراء ما انتم امبراطور يعني. يعني كل المراجع قدام امبراطور حبيبي امبراطور. الله يبارك فيك. من اللي باقي؟ أسامة بن عوبة وحبيب القلب خالد السهلي. تعالوا ارحبوا بني. فلاح شغلك عندي يا فلاح ماله. ارحبوا مليون. يلا حيو. الله يبارك طول عمرك. يا هلا ومسهلا مرحبا مليون. يا هلا ومرحبا. بيض الله وجهك يا ابو علي. وجهك على بدر الطيب. لا خلا ولا ما تستغرب من اهلها. الله يجاني بداك. اقبل ان شاء الله ما يكتب الوقت. سفارتكم انتم وياه باذن الله. باقي يوم او يومين ان شاء الله. ارحب يا ابو حمد. يلا حي. طول عمركم. اول شيء بيض الله وجهكم. وجهك ابيض. على هذه المبادره الجميله. وجهك ابيض. اللي بكل امانه مليئه بالفرح. يعني بدايتها مسرحيه مع الشباب وتمثيل جميل. ثاني شيء بيض الله وجهك يا معاذ. وجهك ابيض. بيض الله وجه فريق دعمك. ولا غرابه. هذه المبادره الجميله من الشخص الجميل والانيق. فالله يوفقك ان شاء الله. والله يوفقك بعد انت يا ابو ناصر. والله لا يهينكم على المبادره الجميله. والله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك حبيب اخو. الله يسلمك. محمد العويسي. العويسي يلا 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 عويسي حرك دمك. يلا انجز. ايوه 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 كذا. ارحب. يلا حي. يلا حي سم سفير. الله كلب. شكرا لك يا معاذ. شكرا لفريق دعم معاذ. الصواعق. نعم. الصواعق اسم على مسمى. شكرا لكم. عسى الله يكتب اجركم ان شاء الله. وحمد لازم. لا سانس فيلوغ والله تستاهل. عرفت الكلمه اللي بقولها. الله يبيض ويوفقكم يا معاذ ويا محمد ناصر. واشهد بالله فريق دعم معاذ وفريق دعم محمد ناصر. اشهد بالله انكم ما قصرتوا. والله يكتب اجركم ان شاء الله. وشكرا لكم يا فريق الدعمين. عفوا. الفخم المبدع اللذيذ المتالق دائما ابدا رئيس سفاره سفاره المراجع محمد ناصر. اول شيء ابو علي الله يبيض وجهك. انا سعيد جدا اني انا مسكت انا وياك هذه السفاره. الله يبيض وجهك ويبيض وجهك والله يجزاكم خير. وشكرا لاخويانا اللي شاركونا مبادرتنا. شكرا والله. وان شاء الله انكم توقفون معنا للحين ونوقف معكم بعدين. وابشروا بسعادة. جاكم ما تشوفون. محمد كلمه عن الوقف مختصره لبروحك. كلمه عن الوقف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق ولو بشق تمره. ان شاء الله باذن الله نحن نكمل مسيره اخويانا سفراء الوقف اللي اخذوا السفاره قبلنا. وان شاء الله انهم بيستلمونها بعدنا اخوان شمه وبيكملون بعد المسيره. وهي كلها اجر لنا واجر لوالدينا واجر لمرضانا ورحمه على موتانا يا رب العالمين. الله يجزاكم خير على احترام الوقف وعلى التصدق فيه. وان شاء الله انها تكتب في ميزان حسنات باذن الله. الله يعطيك العافيه. طبعا الشباب اللي ما متواجدين اغراضه موجوده
أغراضهم موجودة لكن بحكم الظروف اللي عندهم، وإن شاء الله أنها موجودة أغراضهم وكل شيء. الحين بنعرض المقطع وإن شاء الله أنه ينال على إعجابكم واستحسانكم ولب الله قلوبكم. قربوا على الشاشة بس هنا يا شباب، هنا تكفون لا تكفون، هنا وقف، هنا واقفين يا شباب. لا انتوا هذا محل دامت الاعمال تكتب على اللوح، ابتدينا واتكلنا على الله، ابتدينا واتكلنا على الله. كلنا فريق دعمي للوقت. الصدقه افضل الاعمال عند الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: من تصدق بعدل تمره، من كسب طيب، ولا يقبل الله الا الطيب، وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري. شكرا شكرا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله الذي لا إله إلا هو تتلعثم الكلمات والمعاني والجمل في شكر فريق دعمي. والله الذي لا إله إلا هو مهما سويت أني بدونهم ولا شيء، يشهد الله. فالله يسعدكم ويوفقكم ويوفق ويسعد جميع فرق دعم اخوياي لب الله قلوب. ونشوف الفيديو الحين. يقول ميت الى ربه: يا ربي لو اخرتني الى اجل قريب فاتصدق. فتصدقوا جزاكم الله خير. ما قال لي اعتمر او اصوم او اصلي، فتصدقوا بما يجود به نفسكم، واللي ما يقدر في الدال على خير كفى له. جزاكم الله خير جميعا. حي محمد سراج بن عمه. بنعيد للمقطع ان شاء الله اللي بعده. والد محمد العزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتكلم عن موضوع الوقف في المسجد الحرام والصدقه الجاريه. الوقف يقدمه الانسان لله سبحانه وتعالى، ويستخدم في عدة جوانب: في رعاية الأيتام وفي رعاية الأرامل. ويكون الإنسان هذا الوقف يحسب له مدى حياته وبعد مماته. فالصدقة هي خير ما يتمناه الإنسان، وأفضل مكان اللي هو الحرم المكي. فجزاكم الله خير، تصدقوا فإن الصدقات تدفع البلاء. أول عمرة يا ولد محمد لك. الله يحفظك، الله يحفظه. ابوي اجمل مني، ابوي اجمل مني وافضل مني. اسال الله ان يحفظه يا رب العالمين ان شاء الله. اللي بعده تدري اللي بعده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصدقه فضلها عظيم، وتعتبر الصدقه ثالث اهم عنصر في عقيدتنا الاسلاميه، ولا جينا نتكلم عنها مهما قلنا ومهما تكلمنا مقصرين وما نوفيها حقها. ونستذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. أوصيكم يا أخواني، أوصيكم بالصدقة. المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة وبركة في ماله وولده ورزقه. ووقف الصدقة الجارية في البلد الحرام سهل لنا أن نتصدق عن طريق الجوال. تصدقوا فبإذن الله لكم أجر عظيم. الله يتوجه ولي بعده. والله المعذرة على التأخير يا شباب، لكن الوقت مسامة. أسلم مقطع شغل الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أوصيكم ونفسي بالوقف، فأنه الخير الذي لا ينقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع فريق دعمك أسامة بن عوضة، أخوك محمد بن شام. الله اللي مرحب ومسهل أبو سالم، مرحب بالصوت. الله يجزاك خير. المقطع اللي بعده. والد عامر. فضل الصدقة عظيم جدا. اليوم تعطي وغدا ستأخذ، وما أعطيته في الدنيا ستجده في الآخرة أمامك. فالصدقة تطفي غضب الرب وتدفع عنك البلاء. تصدقوا بما تجود به أنفسكم، فما نقص مالا من صدقة. الله يتوب. الله يتوب. خالد نايف الرفيدي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. فالصدقة تقي من النار كما في حديث الرسول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والمتصدق بظل صدقته يوم القيامة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وللصدقة أفضالا كثيرة، فهي تمحو الخطيئة وأثارها، تعتبر وقاية من النار يوم القيامة. فبادر أخي المسلم إلى الصدقة في وقف المضيليف، والذي يقع في مكة المكرمة أفضل بقاع الأرض. يا الله، في أفضل بقاع الأرض مكة المكرمة. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا شباب، الشباب اللي مو متواجدين ما بنعرض مقاطعهم علشان الوقت لا يتأخر، لكن إن شاء الله بنعوض لهم ونعرضها. المقطع اللي بعده نجم سعود الوازي. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. راح أتكلم لكم اليوم عن أثر الصدقة بهالدنيا. أثر الصدقة بهالدنيا تطفئ غضب الرب. لو كل شخص فينا اليوم يتابع برنامج البزنس عن طريق قناة الواقع، يعني كل شخص فينا يساهم 150 ريال راح يكتمل الوقف بإذن الله، بدال الأجر أجرين. هنياله اللي جاه درع 50,000، عامر بن منير ألف مبروك، والشباب كلهم اللي قبل عامر، عسى الله يكتب لنا التوفيق بإذن الله أن نكون مساهمين خير في اكتمال وقفنا اليوم. يعطيكم ألف عافية، أخوكم سعود الوازي. الله يوفقك يا سعود، يجزاك الخير، ظل في قلوبنا والله وسام. النجم ري... أوه ريار خليل، ريار ريار يا ريار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءك أو صباحك في أي وقت أنت تتابعني الحين عبر شاشة قناة الواقع أو عبر بث اللايف باليوتيوب. معك ريان العامري. أنعمني الله أنا والمتسابقين الجميلين الموجودين الحين في البزنس تو اللي كادمين إن شاء الله وبقوة أن نكون مؤثرين وفي ناس تحبنا. فلذلك أنا وصيتي لكم يا أخواني جميعا واللي تابعني عبر الشاشة، لما تكون مؤثر افعل الخير واستغل هالفرصة تماما. وأحثكم جميعا اللي تابعني الحين في أنك تفعل لو صدقة لو بريال في جمعية المضيلف اللي موجودة الآن في بلد الحرام، في أشرف بلد في الكوكب الأرضي تماما. استغلوا هذه الفرصة، صدقة جارية لك ما بعد موتك، فلذلك تصدق لو كانت بشق تمرة. والله إن الله يبعد عنك همك ويفرج عنك حزنك ويبدل حزنك فرح ويجعل من اليأس أمل. عامري الأخ والصديق وصديق من أيام الدراسة الجامعية، الله يوفقه ويسعده، بطل من أبطال برنامج سكريبت. اللي بعده، المقطع اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف وما أدراك ما الوقف، تجارة مع الله رابحة، وتكافل اجتماعي من منبع إسلامي تعطي ذو الحاجة وتسعد ذوي الفاقة، مبلغ زهيد وأجر عظيم، فسارع بالعطاء يدفع الله عنك كل بلاء. هذا محمد زوج أختي محمد حربي. اللي بعده. أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والدال على الخير كفاعله. وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام في أعظم بقعة من بقاع الأرض. ما تقدر تتبرع، تقدر تنشر. وبعدين شيء يبقى لك في حياتك وفي مماتك، شيء يبقى لك يوم تلقى ربك أجر وشيك مفتوح لك لين يوم القيامة. بادروا بالخير، بادروا بالخير، عسى الله يجمعنا وإياكم بجنات النعيم. وشكرا شكرا شكرا لفريق دعم أخوي الغالي معاذ. المقطع اللي بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادر الصدقة، الصدقة أجرها عظيم وفضلها كبير،
فالصدقة تمحو الذنوب والخطايا وتزيد في المال وتنزل فيه البركة وتدفع البلاء عنك وعن أسرتك. كذلك وقاية من النار، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو شق ثمرة، فبادروا قبل أن تقاتلوا. استاهل وايد خلف دفن، الله يحفظه ويطول بعمره ويخليه له يا رب العالمين كل غالي لنا. المقطع اللي بعده. رحب عمي خالد، فخور فيك وبتقدمه على الشاشة، واقدم وراك طويق، والله يوفقك أنت زملائك اللي معك. أما بالنسبة للوقف، حاب أقول ليس باستطاعتك أن تأخذ مالك معك للآخرة، لكن باستطاعتك أن تجعله يستقبلك. بادر بالصدقة الآن. والله كمسك يا رب. الله يحفظك. هذا حمد ولد هدار أخوي. الله يحفظك. يستاهل صدقة. والله يستاهل. النعم والله قلبك يا أبو هدار. نقطع اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاب أقول لكم نصيحة: تصدقوا، لأن الصدقة تدخلكم للجنة. يا علي هذا يا علي. استاهل استاهل. هديت كبدة. هديت كبدة. الله يحفظه. كر الله يا شباب. كر الله يا جماعة. ما شاء الله. المقطع اللي بعده. أخ حمد شغلنا الموسيقى. السلام عليكم، أسعد الله مساكم يا أخوان. اليوم نتكلم عن الصدقة وفضائلها، وما أدراك ما الصدقة. الصدقة هذه علاج مشاكل الحياة، علاجها الصدقة. جايك ضيق، جايك هم، جايك جعامة، جايك صدق، ما تصدق بنية الشيء هذا اللي فيك، والله يفرج همك. أبشر بالخير، أبشر بالخير، أبشر بالخير. فالصدقة هذه أنا أشوف إنها علاج الإنسان وعلاج مشاكله. الصدقة هذه بدل ما تروح تحرج الفلان تحرج الفلان، فيك هم فيك ضيق، تصدق يا مرشح، خلها بينك وبين الله سبحانه، وأبشر بالخير. الله يكتب لنا ولكم الأجر ويوفقكم. صدق صدق. هذا الحين اشهر اكثر مني من كثر ما ارسم مقاطع. يستاهل. المقطع اللي بعده. نسال الله ان يحفظ لك. بين وجهك وسودك توجه. والد ملاوي ورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من هذا المنطلق احس ابني فلاح وزملائه على الصدقه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص بال من صدقه بل تجده بل تجده بل تجده. الحق يا محمد. الله يحفظك. الله يحفظك. بيض الله وجهك. وجهك يا الله. ما شاء الله يا ابو محمد. المقطع اللي بعده. تكتب على اللوح ابتدينا واتكلنا على الله ابتدينا واتكلنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقف الصدقه الجاريه بالبلد الحرام. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. طال أسأل الله أن يحفظه يا رب العالمين. شباب بكذا انتهت المقاطع. يا شباب أنا أعتذر من اللي ما ظهرت مقاطعهم، والله ترى أعيدوا لنا مقطع محمد صلى الله عليه وسلم. تقدرون تكفون؟ والله ما خليه في خاطرك. وين ولد رحمة؟ وين ترقى قبل من يغني دمعة يا شغلنا المقطع. ورحمة الله وبركاته. يقول ميت إلى ربه: يا ربي لو أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق. فتصدقوا جزاكم الله خير. ما قال لي أعتمر أو أصوم أو أصلي، فتصدقوا بما يجود به نفسكم، واللي ما يقدر في الدال على خير كفى له. جزاكم الله خير جميعا. الله يبين وجهك أبو زاهر. باقي معنا الصور يا شباب نعرضها الحين. نرجع بس معليش. والد سيف الزعبي، ودنا انك تقدر تقرا الكلام. ما باضه تقريبا او خمسه اربع دقيقه ان شاء الله. الله يجزاك خير ويطول بعمرك. الصوره حريقه. تنفدا الصوره حريقه. الله ولد ولد ولد. الصوره اللي بعدها. عبد الله البقومي.
يقول لو ما تصدق لو العلم متصدق في العلم ان تقع من قبل يد الفقير لكانت تدق. طيب ما يمديني اقرا بس انها من والدتي، مع ان والدتي الله يطول بعمرها ما تكتب ولا تقرا بس اتوقع كاتبتها ضاعت. الله يبيض وجهكم جميعا ولا قصرتوا ووصل المعنى. اللي بعده شو عشان الوقت. الله يحفظها لك يا رب العالمين. موسى البلغي اليوم تعطي وغدا ستأخذ، وما أعطيته في الدنيا ستجده في الآخرة أمامك، تصدقوا بما تجول به أنفسكم. عمك موسى الفيفي. ونعم يا عمي يا تاج راسي عمي عمي إيه عمي والشيخ شيخ إيه نعم شيخ القبيلة. يا هلا والله يا عمي على راسي ومرحبا ومسهلا في ذمتي، تنورتني وشرفتني وجزاك الله خير والله يكتب أجرك. يعني شباب نتكلم عن الوقف الخاتمة. أنا أعتذر من الله ثم من أخوياي اللي من عرضت مقاطعنا وصور لهم، يشهد الله العلي العظيم لا هي سبالة أو أنها يعني لا والله أنا يشهد الله حتى المبادرة أنا وصلتني يعني أمس في وقت متأخر ولا أدري عن شيء، حتى المقاطع توها توصل للكنترول وعرضتها. فآسف آسف آسف وجهك أبيع جاني فدوتكم وانشكرك رغم ضيق الوجه ورغم ضيق الوقت وانه ما جات الا متاخر الا ان قدمتها اجمل صوره. الله يبارك فيك على المقطع يا ابو علي. والله المقطع اللي طرشته صوره الوالد يعني ما عدمك ولا عدم يا ابو محمد. نوجه له الف تحيه والله يطول عمرك وعمر فريق دعمك كلهم فرد فرد. والله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله وجهك وتشكر على الجهد تشكر المبادره الجميله ولا غرام مبادرة جميلة من شخص جميل. ثاني شيء بيضرع وجهك على المقطع وجهك ابيض ولد اخوي وعساك ان شاء الله على القوة هنا اخوك وجعلك ان شاء الله نشوف في البرامج الجاية مقدم ان شاء الله. الله يبيض وجهك ابو علي وجهك والله انك بدعت على رغم قصر الوقت وضيقه. ووجه رسالة لامي بنت محمد السنافية على رغم انها ما تقرا ولا تكتب ولكن انا اشهد انها مدرسه وربت والله يطول بعمرها ويرزقني برها باذن الله يجعلني ما خلا منكم جميعا. وشكرا جزيل الشكر لك ولفريق دعمك. بيض الله وجهك يا ابو علي على المبادره الطيبه اللي ما تستغرب منك وانت ما فيك حيله يا معاذ والله اني اقولها انا صادق. والشيء الزين والابداع ذا اللي شفناه والله العظيم دارين انه قدره من بحر من عندك يا معاذ. والله يبيض وجهك والله يبيض وجه فريق دعمك. وجهك ابيض بس واحد يروح المصلى يا شباب الحين. بس انا بقول كلمه عن الوقت. انا اسف يا جماعه لضيق الوقت لكن كلمه اخيره. وقف الصدقه الجاريه بالبلد الحرام اجر لك ولمن بعدك. يا مال الغنى بادر، تبغى الخير، تبغى السعاده، تبغى الرضا، تبغى التوفيق في الدنيا والاخره، تبغى الله يصب عليك السعاده صبه ويعطيك حتى يرضيك وبلا عدد وبلا اي شيء يحصى. بادر في هذا الوقف، وقف الصدقه الجاريه في اطهر بقاع الارض مكه المكرمه. قيمه السهم 150 ريال والله ما تنقص منك شيء، والله نصرفها في توافه الامور، اشياء الامور توافه الدنيا. فانت ما بالك انك انت تدفعها في وقف لك في دنياك وبعد مماتك، اجره ماشي لين يوم يبعثون. فالله الله في هذا الوقف ويرعى 5333 فرد من اسر محتاجه، والاسره كم تحتها افراد؟ يعني انت عد وعليك بالعد والحسبه. وعندك الاشياء اللي يقدمها هذا الوقف، سقي الماء، كفاله الايتام، والرسول قد قال انه كافي اليتيم كهاتين في الجنه، وترميم البيوت، وسقي الماء، افطار صائم، رعايه الارامل والمساكين والاسر المنتجه. الله الله في هذا الوقف يشهد الله انك انت وانت اللي تتابعونا الحين انتم اللي يعني بتكونون في سعاده وفي توفيق وفي رضا يعني في مساهمتكم لهذا الوقف. لا تبخل ولا تقنط من رحمة الله. بادر ولا يغرك الشيطان يقول بكرة بكرة، لا بادر من ذا الحين، ارفع جوالك وارفع جوالش وتصدقوا في هذا الوقف والله أن تلقى السعادة. والله 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 أن تلقون السعادة في الدنيا والآخرة. هذا صلى الله وسلم على محمد لبه. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.